جمالها ساحر وشبه جدتها، ده الكلام اللي قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما شافوا صورة حفيدة عبلة كامل لأول مرة. معظم جمهور عبلة كامل عارفين إنها عندها بنتين توأم، فاطمة وزينب. فاطمة نشرت صورة ليها مع بنتها على حسابها الشخصي على فيسبوك، وظهرت حفيدة عبلة كامل في الصورة وهي بتحضن والدتها، وعلقت فاطمة على الصورة وكتبت الحب كله، وعملت الصورة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبهوا حفيدة عبلة كامل بملكة الجمال لأنها شقرة وبيقولوا إن فيها شبه من عبلة كامل. معظمنا عارف إن الفنانة عبلة كامل من النجوم اللي حرصوا دايماً على إبعاد حياتهم الشخصية عن الإعلام تماماً، واكتفت بس بظهورها على الشاشة في الأعمال اللي بتأديها، لكن في جوانب مخفية من حياة عبلة كامل بناتها التوأم كشفوا للإعلام عنها. خلينا في البداية نكون عارفين إن فاطمة وزينب أنجبتهم عبلة كامل يوم 20 مايو 1986 من زوجها الفنان أحمد كمال، وبنتها فاطمة صاحبة الصورة هي خبيرة تغذية تكاملية ومدربة صحة، اشتغلت في المهنة دي بعد ما اتخرجت من معهد التغذية التكاملية في مدينة نيويورك. وفاطمة قالت قبل كده في حوار ليها بأحد البرامج المتخصصة في التغذية على يوتيوب إنها اتولدت ببعض المشكلات الجينية واللي أثرت بدورها على صحتها بشكل كبير جدا في الطفولة، وكان وقتها العلاج الوحيد لحالتها هي التغذية الجيدة أمام تضارب آراء الأطباء، وبعد ما تحسنت قررت إنها تدرس في المجال ده تحديدا عشان تقدر تساعد الأشخاص اللي بيمروا بنفس حالتها الصحية. وفاطمة متزوجة من رجل بولندي اسمه باول. أما الابنة التانية زينب كمال فهي بتعمل في قراءة أوراق التاروت وتصميم المنتجات اللي ليها طابع فولكلوري مصري، وهي كمان متزوجة من رجل غير مصري وعايشة في دهب، وعندها بنت عمرها 6 سنين اسمها زهرة. ومن الجوانب اللي كشفتها زينب قبل كده عن حياة عبلة كامل وهوايتها بعيدا عن التمثيل إن عبلة كامل بتحب صناعة الملابس لحفيدتها الصغيرة وبتشتغل على الملابس دي بالتريكو. ونشرت زينب قبل كده صورة لبنتها وهي لابسة بلوفر على صفحتها الرسمية على انستجرام، وعلقت عليها وكتبت كوكو ترتدي بلوفر ماما صنعته من أجلها. ونشرت زينب صورة تانية قبل كده وظهرت فيها وهي بترتدي لكلوك وكتبت عليه ماما عملت لنا كلنا لكليك، وعملت لكلوك لجاي كمان، وجاي هو زوج زينب. أما والدهم الفنان أحمد كمال فتكلم عن بناته قبل كده في لقاءات تلفزيونية، وقال عن زواج بناته الاثنين زينب وفاطمة إن زينب اتجوزت من رجل إنجليزي وفاطمة تزوجت من رجل بولندي، وقال كمان إنه ما تدخلش في قرارات الزواج الخاصة ببناته وساب لهم الحرية الكاملة في الاختيار. الفنانة عبلة كامل فكان آخر أعمالها مسلسل سلسال الدم بكل أجزائه، وقال زوجها قبل كده الفنان أحمد كمال عن سر غيابها وابتعادها عن الفن، وقال وقتها أن العامل الأقوى بالنسبة لها للبعد عن التمثيل هو كان فيروس كورونا، فهي فضلت الابتعاد خلال الفترة دي. وطبعا نفى شائعة أن عبلة كامل اعتزلت الفن وأكد أنها بتنتظر عمل قوي جدا ترجع بيه على الساحة الفنية وترجع لجمهورها.